احمد محمد، طالب بالفرقه الرابعه مدني كليه الهندسه جامعه عين شمس. برحب بحضرتك باشمهندس ثانيه. ولا مبدئيا انا سمعت باشمهندس بيقول ان هو على الايام بتاعته ايام كان بيدرس هندسه لما بدا يشتغل في المشاريع وكده وما كانش عنده اي ريسورس تقريبا، يعني حتى التلفزيون ما كانش لسه في قنوات اشتغلت او كده، او هو ما كانش بيشوف يعني عشان يعرف يتخيل منشأ او يصممه او يعمله، ما كانش بيشوف ستراكشر قائم قدامه فان هو ازاي ينفذ الكلام ده او ازاي يعمله. فهو ازاي قدر يوصل للحكايه دي؟ يعني هو ازاي قدر يعمل مثلا حاجه زي سكك حديد برلين ديت؟ ازاي قدر يعمل الكلام ده؟ تاني حاجه، وانا عايز اعرف ليه دايما نجاح المهندسين او مش مهندسين العلماء مثلا او لعيبه الكوره عموما مربوط بان هم بيسافروا بره او بيخرجوا بره مصر؟ ايه اللي بيميز مصر؟ مع ان باشمهندس قال قبل كده ان احنا عندنا كفاءات وعندنا مهندسين ناجحين وعندنا مهندسين متميزين وبيخرجوا بره بيعملوا احسن شغل وكده، فايه اللي بيميز او ايه اللي بيخلي بره احسن من هنا في الكلام ده؟ اشكرك. حاجه، انا مثلا نزلت تريننج تبع هيئه الانفاق، كان في مكنه بتحفر الانفاق اسمها تي بي ام. سالت على مهندس، كنت عايز اساله عن حاجه على التي بي ام ديت، فما لقيتش مهندس، لقيت حد في الموقع قال لي ان المسؤول عن التي بي ام شركه فرنسيه، وممكن يكون اللي شغال على التي بي ام ديت مش مهندس، ممكن يكون فني او حد ماهوش شهاده حتى، وممكن يعلم المهندس المصري في الموقع على التي بي ام. فهو احنا امتى هنوصل لمرحله ان احنا نعمل انفاق او ان احنا يبقى بنتميز عن الناس اللي بره في حاجه احنا اوريدي بنشتغل فيها كده؟ هو الخروج بره مصر، يعني انك تخرج ده ضمانه ان انت على الاقل تلاقي مردود لامكانياتك. انا ما اعتقدش انها كده، لكن انا بقول لو انا كنت هنا كنت هنجح برضه. ليه؟ لاني عندي العزيمه والاراده، وجايز مش هنجح يعني 100% قوي لان مفيش الامكانيات القويه اللي موجوده، لكن هناك ما ادوكش حاجه ببلاش، يعني الامكانيات اللي هناك برضو ما ادوهالكش عشان انت جاي من مصر مثلا. لا، ده انت لازم تتعب وتعرق وصبور ومش مره، تحدي مضاعف، يمكن التحدي مضاعف اكتر من المضاعف علشان توصل للمرحله اللي انت بتوصل لها. لكن هي مساله صدف انك طلعت بره. اغلبيتهم بيطلعوا بمنح لان هم هنا بياخدوا معيدين وبيطلعوا بماجستير، ويعني واخدين الحياه الثابته وينجحوا فيها لان بياخد بحث معين. بس على فكره الابحاث برضو بتتم من هنا الاول، ما رساله الماجستير اللي بتطلع من هنا بتطلع ايه؟ ما البحث بتطلع، بتاخد الدكتوراه من المنحه بتاعتك بتكمل فيها. يعني بدات هنا برضو في مصر، ابتدت هنا. لكن ما اقدرش ان انا اعمل اقارن نفسي هنا ببلاد برضو مرت بالحروب ومرت بالتعب ولغايه ما وصل، ما هي برضو وصلت بشبابها ودراعاتها، ما حدش برضو ساعدهم بتعبهم وجهدهم وعرقهم وصبرهم وضميرهم، هو اللي خلاهم يوصلوا للاقتصاد ده والامكانيات دي. فاحنا لازم برضو نتعلم منهم ونقول لهم ايه، طب ده انتوا تعبتوا يبقى انا اتعب، وضمير ماشي في شغلي، اخاف على شغلي، بحب شغلي، يبقى اذا هبدا ان انا برضو اوصل ليهم. فاحنا بنوصل للامكانيات اللي موجوده، لكن الذكاء موجود. ما مخي ما اتغيرش لما انا رحت، او عيني ما زادتش بقوا ثلاثه، او دراعيني ما هم الدراعين، ما اتغيرتش حاجه. كل اللي اتغير ازاي اشتغل واتعب، ازاي احافظ على النظافه، ازاي اعمل السيستم صح، ازاي اعمل بضمير. كل ده اتعلمته وزي ما تقول احترمته، فده اللي بيوصل لفوق.